المؤسسة منح 3 جوائز تشريعية متساوية عن العمل الصحفي باسم الأستاذ دي، وقيمة كل جائزة 30,000. تتفضل الآن السيدة هداية تيمور بالصعود لخشبة المسرح مرة أخرى لتسليم الجوائز. فتتفضل السيدة تيمور. والفائزون بالجوائز التشجيعية هم غاية محمد إبراهيم الشريف عن أعمالها المرتبطة بحقوق المرأة، أحمد حسن عبد العزيز حسن عن أعماله المرتبطة بتغطية الحروب كمراسل صحفي على الأرض وما يحمله من مخاطر، محمد صلاح الدين بصل عن أعماله المرتبطة بعمق ودقة تغطيته في الشؤون القضائية. ندعوهم الآن للصعود إلى خشبة المسرح. مبروك للفائزين. يتفضل الآن أحمد حسن عبد العزيز حسن عن أعماله المرتبطة بتغطية الحروب كمراسل صحفي على الأرض. أيها السادة، إنه لمن نوائل الفخر الوقوف على هذه المنصة للاحتفال بهذه المناسبة المهيبة في ذكرى ميلاد أستاذنا الكبير محمد حسنين هيكل رحمه الله. هذا الرجل ليس فقط أثر في الصحافة المصرية، بالنسبة لي أثر في التاريخ المصري الحديث. بالنسبة لي أيضا الوقائع والمذكرات تثبت ذلك. رأيت أن أعرض عليكم مقدمة إحدى أعمالي خلال العام الماضي خلال تغطية الحرب في العراق، ربما تعبر عما نعانيه وسط المعارك. هنا أبو بكر البغدادي، هنا داعش، هنا الأعلام السوداء ورايات القتال، هنا الموت، هنا الحقيقة الموجودة بين حيطان المنازل المهدمة وعلى جبهات القتال المشتعلة، وخلف صرخات النساء والأطفال على قتلاهم، وأسفل التراب في المقابر الجماعية. وجدناها في زغاريد النساء خلف رجالهن على الجبهات وبين الأيادي الناعمة التي خرجت للقتال بالجلاليب السوداء. فوجئت هاتف الخاص يهتز ويخبرني بأن والدتي تريد التحدث معي. في هذه اللحظة هي لم تكن تعلم أنني كنت موجوداً بالعراق، كنت أخبرها أنني في بلد آخر حتى لا تقلق. وقتها ظننت أنها ستكون الكلمات الأخيرة التي أسمعها قبل الموت: أنا محاصر، يطلقون النار علي، أسمع صوت الرصاص فوق رأسي، قذائف الـ RPG تأتي علي من جهات عدة. لكن كلماتها جعلتني أستمر وأواصل الحرب حتى النهاية، وهي الآن موجودة. ربما لم تعرف هذا الموقف وتسمعه لأول مرة مثلكم. أخصها بالتحية، أرجوكم حيوها.